مساء الخير، بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من حديث الأخبار. هكون مع حضراتكم أنا خلود زهران على مدار الساعتين. فقرتنا الأولى هنناقش فيها مع حضراتكم أهمية وطبعا يعني وقصة أكبر مشروع أثري في القرن 21، وهو المتحف المصري الكبير واللي بيعتبر زي ما أسماه البعض هرم رابع بناه المصريون، بيعتبر كمان هدية مصر العالم كله. هنسلط الضوء على المحتويات ومقتنيات هذا الصرح الأثري العملاق. مش بس كده، احنا عندنا ناشونال جيوغرافيك اختارته كأفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2023. طبعا كل ده واكتر هيكون محور حوارنا مع ضيفنا اللي هيشرفنا في الاستوديو، مع الدكتور احمد بدران استاذ الاثار جامعه القاهره. ده بالنسبه للفقره الاولى. الفقره الثانيه اللي هتكون معانا هيدور نقاشها حول موضوع مهم جدا، وهو حمايه الشواطئ المصريه من التاكل بسبب التغيرات المناخيه، جهود الدوله في هذا الاطار واللي بذلتها في هذا المجال. هيكون ضيفنا في الاستوديو دكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه جامعه عين شمس. الفقره الثالثه هناقش فيها مبادره حياه كريمه واطلاق 54 قافله طبيه بمختلف المحافظات لعلاج المصريين طبعا بالمجان. هيكون ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد. وطبعا كالعاده وزي ما عودنا حضراتكم بنبدا باهم اخبار حلقتنا. في إنجاز ضخم بيشهد على براعة وقوة المهندس والعامل المصري، نجحت شركات التحالف المصرية المنفذة لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بتنزانيا في الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر الروفيجي بتنزانيا. وشارك وفد مصر رفيع المستوى في احتفالية ملء الخزان بحضور السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة ومسؤولو التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك المنفذة للمشروع. طبعا للمزيد من التعليق والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. برحب بك يا أستاذ عماد. أهلا أستاذ أحمد. كيف يعني قرأتم هذه الصورة المشرفة طبعا لهذا السد بين مصر وتنزانيا؟ هذا الحدث المهم له أكثر من زاوية. الزاوية الأولى والسريعة اللي هي فكرة القدرة المصرية المتميزة في مسألة السدود. مصر من الدول الكبيرة في هذا الموضوع من زمان جدا، يعني الدولة اللي هي عملت السد العالي في بداية الخمسينات وافتتح قبل نهاية السبعينات. من الطبيعي أن هي تنجح في عمل سدود متميزة. والسد دون سد كبير حتى في يعني بيولد اكثر من 6 جيجا في الكهرباء، ودي نسبه كبيره مش قليله. وبالتالي هي شهاده جديده على قدره المهندسين المصريين على التميز، الشركات المقاولات المصريه الكبرى انها تعمل ده. ده الجزء الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه، لكن انا اظن ان الجزء الاهم في الموضوع كله هو الرساله اللي هي المفروض توصل للعالم كله، وهو أن مصر ليست ضد إنشاء السدود في دول حوض النيل. نعلم أن دول حوض النيل 11 دولة، وكل دولة كانت بتسعى إلى أن هي تعمل سدود لتنظيم الكهرباء والتنمية، ومصر دايما والطبيعي أن احنا مع تنمية أفريقيا لأنه ده هيصب في مصلحتنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لكن هي القصة كيف يتم بناء السدود؟ يعني هل من حق تنزانيا أو الكونغو أو أوغندا أو السودان أو اثيوبيا؟ من حقها طبعا هي تبني سدود، لكن كان القاعده الاساسيه هي انه يتم هذا البناء بالتعاون مع دول المصب حتى لا تؤثر على الحصص المائيه
لمصر. وبالتالي اللي انا اظن انه مساهمه مصر في بناء هذا السد هو اكبر رساله موجهه لكل الدعايه الاسيويه اللي اتعملت اثناء قصه سد النهضه، ان مصر مش ضد انشاء السد في اي دوله افريقيه، لكن كان النقطه الاساسيه هي ازاي يتم البناء وباي طريقه، والجزء الفني يبقى بالتشاور حتى نضمن ان هذا السد سليم ولا يؤثر على الحصه، نهايه بالملء كيفيه الملء والتشغيل حتى لا يؤثر على حصص مصر والسودان باعتبارهم دولتي المصب لنهر النيل، سواء النيل الابيض اللي جاي من بحيره سانا او النيل الازرق اللي جاي من الهضبه الاثيوبيه. وبالتالي نعم انا اظن ان احنا محتاجين كاعلام وكدوله وكدبلوماسيه ان احنا هذه الرساله، رساله السيد جوليوس نيريري في تنزانيا، نوزعها على اكبر قدر ممكن من الناس ومن البشر ومن العالم. اخواننا مصر اهي اللي اثيوبيا بتتهمنا ان احنا ضد التنميه بتاعتها عشان هي عايزه تعمل سد النهضه، لا احنا مع التنميه في كل الدول اللي احنا وتؤكد ايضا التزام مصر وجديتها في دعم الاشقاء الافارقه. يعني ده يعني من المعلوم بالسياسه بالضروره، طالما ان انا بعمل سد في تنزانيا وهي واحده دول حوض النيل، بس هي الناحيه الثانيه الحوض النيل الابيض، فانا ما عنديش مشكله. بالعكس مصر عرضت على اثيوبيا اكثر مره ان هي تشارك في بناء السد وتشارك حتى في تمويله، احيانا كان فيه افكار وعروض بهذا الموضع. وبالتالي لكن ان يبقى في فكره سد يتعمل كانت بدايته 14 مليار ثم فجاه كده بقدره قادر ينتهي الى 74 مليار، لا ده مش سد لتوليد الكهرباء، ده سد للزراعه وربما يكون سد ليه له اغراض عديده. ابتزاز مصر نفسها يعني. شفت الصحف المختلفه ازاي تناولت هذا الاحتفال بطبعا تدشين ملء هذه البحيره او بحيره السد؟ الصحف المصرية يعني أفردت مساحات كبيرة ومعرضها كانت في الصفحة الأولى. المواقع الإخبارية، المواقع الإلكترونية كلها اهتمت بهذا الموضوع، وللأمانة مش بس بخبر الافتتاح، قصة تطور السد والوفود الرسمية المصرية اللي كانت بتروح منهم وزير الري كانت طول الوقت يعني بتجد حيز مهم جدا في التغطيه الاخباريه لوسائل العالم المصري، ان الرساله زي ما بيقول حضرتك كده رساله واضحه ومهمه وتتعدى العلاقات الثنائيه وتتعدى المهاره المصريه وتتعدى حاجات كثيره جدا للدرس المهم، وهو افضل دعايه ان ايه هي حقيقه علاقه مصر بدول حوض النيل هي السد ده، لانه اثيوبيا زي ما بيقول لحضرتك حتى قبل سد النهضه وهي تمارس عمليه دعايه ممنهجه عدائيه ضد مصر، لأن مصر لا يهمها دول حوض النيل ولا يهمها ان يبقى فيه تنميه وكلام كتير جدا، وكلنا نعرف ان هو محض اشاعات وللاسف كان يصدقه البعض في بعض الفترات. يمكن احنا يعني رؤيه حضرتك يا استاذ عماد بتوجه مصر والتزامها بدعم الدول الافريقيه وهي الصوت يمكن كمان للدول الافريقيه خلال الفتره الاخيره في المحافل المختلفه وأيضا في المناسبات المختلفة، دائما مصر تعبر عن قضايا إفريقيا وبقوة. كل هذه طبعا الـ سواء طبعا الاتفاقات الأخيرة أو حتى الاحتفالية الأخيرة المتعلقة بهذا السد، ده زي بواطط العلاقة ما بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام. بص يا أستاذ خلود، القضية متشعبة. نعم. مصر انتمائها الافريقي لا يعني موضوع محسوم، الدائره الافريقيه كانت واحده من الدوائر الثلاثه اللي اتكلم عنها جمال عبد الناصر بعد ثوره 52. الرئيس السيسي اول حاجه عملها بعد انتخابه وتوليه السلطه بايام قليله هي حضور مؤتمر قمه الاتحاد الافريقي في غينيا بيساو في شهر يوليو اظن او اخر يونيو 2014. علاقتنا بالدول الافريقيه بمعظم الدول الافريقيه متميزه، لكن ايضا في منافسات. اثيوبيا بتحاول تحدي الرؤيه المصريه، جنوب افريقيا حاولت مرات كثيره جدا فكره نيجيريا، في طبعا دول كانت تريد يعني اعتقادا انه ده هيديها نوع من الزعامه. النقطه الجوهريه في فارق، مصر عملت جهد كبير جدا مع الدول الافريقيه في بدايات مرحله التحرر الوطني الخمسينات والستينات وجزء من السبعينات، ودعمت بالمال والسلاح والجنود احيانا حركات التحرر الوطني في افريقيا، وده ربما احنا ما زلنا يعني نستفيد منه حتى الان. شركات مصريه كثيره راحت اشتغلت هناك وعملت مشروعات، جزء منها تعاون طبيعي وجزء منها خدمات مصريه، من اول بناء مدارس ومستشفيات ومساجد
وكانت المقابل ان الافارقه وقف معانا. الان الصوره ربما تكون تغيرت عن الخمسينات والستينات، لان بقيت المصالح هي الاساس. كيف يمكن ان نستفيد معا نحن والدول الافريقيه؟ ازاي انا اقدر اعمل مشروعات مختلفه؟ زمان كان فيه المقاولين العرب والنصر للاستيراد والتصدير، دلوقتي في شركات تكنولوجيا المعلومات، النمط اتغير، نمط المعلومات. لكن انا اظن ان مصر قدامها فرصه كبيره جدا جدا لاعاده بناء مصالح على اسس حقيقيه وقويه، واحنا بدانا بالفعل، ويمكن نموذج شركات الاتصالات مساله واضحه للجميع، والمبادرات حتى على مستوى القطاع الخاص فيه جهد كويس الى حد كبير، وبالتالي محتاجين نتعامل مع المساله باحترافيه واضحه. التاريخ مهم، الاحترافيه دي يا فندم تتمثل في ايه؟ نتعامل معها ازاي؟ تتمثل ان انا لما يبقى عندي شركه صينيه او تركيه بتروح تعمل مشروعات وتنهب المواد الخام، انا اقدر اروح في مصر اعمل حاجات تفيدنا احنا الاثنين. الافارقه يعني عندهم حساسيه شديده جدا، الجزء المهم ان ازاي ان حد يقدرهم، وتبقى المسائل قائمه على، يعني في دول مثلا محتاجه خبرات طبيه زي رواندا، بداوا يستفيدوا بالمستشفيات المصريه واستثمار طبي مصري. في السودان او اوغندا ممكن اعمل استثمارات زراعيه، انا هفيده وهستفيد. مفيش حد دلوقتي بيعمل مشروعات خيريه الا ما ندر يعني، لكن اقدر. مصر عرضت فكره حياه كريمه ان هي تساعد الافارقه في المساله دي، فعايزين نحول هذه النوايا الطيبه الى مشروعات قائمه على الارض، لان ده اللي بيدي، اللي هيكون افضل رد على الدعايه المضاده اللي بتعملها اثيوبيا وغيرها، وتحاول تؤثر على النفوذ والعلاقات المصريه مع الدول الافريقيه. أنا بشكر حضرتك على هذه المشاركة معنا الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا لك يا فندم. طيب، تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي تنفيذا للتكلفات الرئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي توفره موازنة الدولة لحوالي أكثر من 4 مليون أسرة من الأسر اللي بتقع تحت خط الفقر، بإجمالي حوالي 20 مليون مواطن تقريبا، هذا بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي تكاليف تغطيتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي. ومن المقرر استهداف الأسر التي لديها الأطفال، أطفال بنتكلم عن حوالي أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى أسر السيدات المعيلات بما يشمل الأرامل والمطلقات، فضلا عن المستفيدين من ذوي الهمم بنسبة حوالي 28%، وكذلك المسنين. بلغ إجمالي مخصصات دعم برامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي نحو 302 مليار جنيه، مقارنة ب 251 مليار جنيه في الموازنة السابقة. للمزيد من النقاش بنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. برحب بك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ. هل التوسع يا فندم في برامج الحماية الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، ده دلالته إيه؟ وطبعا احنا بنتكلم على إنه كل فترة بيتم التوسع وانضمام عدد كبير من الأسر تحت مظلة الحماية الاجتماعية وبرامج تكافل وكرامة وما إلى ذلك. ده دلالته حضرتك إن الدولة بتسعى جاهدة رغم الظروف الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها العالم، وإحنا شفنا الكلام ده من وقت أزمة كورونا ودور الدولة اللي قدرت تقدمه للمواطنين الأكثر احتياجا والأكثر فقرا والعمالة المؤقتة وصرف معونات شهرية دي، ده كان دليل واضح بأن الدولة بتسعى على رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري الأكثر فقرا والأكثر تضررا طبعا من هذه الأزمات. احنا شفنا طبعا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية على المواطنين، وصل في برنامج تكافل وكرامة دلوقتي حوالي 4 مليون و600 ألف مواطن مصري تحت خط الفقر، بإجمالي حوالي 20 مليون مواطن مصري. الاهتمام الأكثر أيضا بالسيدات المعيلات، وصل برضو نسب وجودهم في تكافل وكرامة 74% من البرنامج ككل، و 26% للرجال. ده دليل على أن الدولة أيضا بتولي اهتمام بالسيدات المعيلات
بشكل كبير داخل الدولة. مش كده وبس، في كمان العمل على زيادة المهارات، والعمل على ان هم يستفيدوا من العمل وانخراطهم في العمل وتوفير فرص عمل كبيرة ليهم في المحافظات اللي هم موجودين فيها. واحنا عارفين ان اكثر المحافظات اللي بيتم التعامل معها هي محافظات الجنوب، محافظات الصعيد، بنسبة حوالي 57% من الإجمالي المنضمين إلى تكافل وكرامة، بجانب أيضا دور الدولة مش في تكافل وكرامة بقى، في العديد من المشروعات والعديد من المبادرات التي تتم في الوقت الحالي، من ضمنهم أيضا مبادرة حياة كريمة والوصول إليهم للأسر الأكثر تضررا والأكثر فقرا، وتقديم الخدمات العديدة ليهم بجانب القوافل اللي بتوصل هناك في هذه القرى، وتقديم ليهم قوافل طبية وقوافل أيضا بتسعى إلى تعليمهم مهارات أساسية للعمل، تقديم ليهم الغذاء بأسعار مخفضة، وتقديم ليهم وجبات للغذاء من خلال أيضا بالتعاون مع وزارة الأوقاف تسليمهم من لحوم. أكثر من 120 أسرة بيستلموا لحوم من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف. إذن الدولة تسير بخطوات متسارعة من أجل رفع المعاناة عن كاهل كل من هو متضرر وكل من هو أكثر فقرا، والعمل على رفع مستوى المعيشة داخل القرى المصرية وداخل المناطق الأكثر فقرا. طيب، تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وأيضا التخفيف عن كاهل المواطن المصري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها. طبعا احنا هنا بنتكلم انه في هذه الأثناء معنا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبينضم طبعا القطاع الخاص وما إلى ذلك في تغطية بعض هذه التكاليف. هنا أهمية أنه كمان مع الدولة هناك جهود من هذه الجمعيات المختلفة تشارك أيضا في يعني التخفيف عن كاهل المواطن المصري. هو بالطبع الدولة ليها دور مهم جدا، والعمل الأهلي والوطن والتحالف الوطني ليه دور مهم جدا ان هو يساهم مع الدولة في هذه المبادرات ورفع المعاناة عن المواطن المصري. احنا شايفين التحالف الوطني الأهلي بينزل في كل محافظات الجمهورية، وهناك العديد من المبادرات اللي بيقدمها للمواطنين الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وتقديم لهم برامج صحية، رفع المعاناة عنهم من خلال تقديم المواد الغذائية لهم، العمل على تنمية المهارات، وده شيء مهم جدا ان احنا ننمي المهارات اللي موجودة في هذه المناطق والأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. الجمعيات الأهلية أو التحالف الوطني الأهلي مقدم خدمات كثيرة جدا ومقدم مبادرات كبيرة جدا داخل محافظات الجمهورية بشكل كبير. وأيضا الميزة اللي فيه كمان التحالف الوطني اللي بكل اللي بيعمل فيه مجموعة من الشباب الوطني المخلص لهذه الدولة، اللي هم بينزلوا في هذه المحافظات وبيقدموا الدعم للمواطنين وبيسمعوا وبيعرفوا ايه هي مشاكلهم من اجل العمل من خلال مبادرات عديده ومبادرات جديده لرفع المعاناه عنهم بشكل كبير. نعم. انا بشكر حضرتك الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريده الاخبار، بشكرك على هذه المشاركه معنا. من الاخبار المهمه اللي معانا النهارده، احنا عندنا الدوله بتستعد لإطلاق دليل إجراءات موحد لتنظيم العمل داخل مكاتب التمثيل العمالي في الخارج. نتكلم عن حوالي 9 مكاتب موجودين في السعودية، تحديداً جدة والرياض، الأردن، الإمارات، الكويت، والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا. بتخدم حوالي 5 مليون مصري في الخارج. بيستهدف الدليل توحيد الإجراءات ومفاهيم العمل الخاصة بتعامل تلك المكاتب مع الجمهور. للمزيد حول أهمية هذا القرار يسعدنا انضمام السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بك سيادة السفيرة. أهلا وسهلا.
اهميه وجود يا فندم هذا الدليل لتوحيد الاجراءات ومفاهيم العمل طبعا الخاصه بتعامل تلك المكاتب مع الجمهور. دي مساله مهمه جدا جدا علشان بتنظم العمل داخل هذه المكاتب اللي بتخدم قاعده عريضه جدا من العماله المصريه الموجوده في هذه الدول. ان وجود نظام محدد الكل يتبع ويمشي على اساسه ده اكيد بيدي دفعه لتصحيح بعض المواقف اللي كانت بتحصل لتباين في اجراءات معينه حسب الشخص اللي بيطبق هذا. لما يبقى عنده دليل زي بالضبط في الاعمال الانصليه لابد ان يكون هناك دليل للاجراءات التي تتخذ. فأنا أعتقد أنه دي خطوة مهمة جدا اتأخرت شوية بس يعني نأمل أنها تؤدي إلى خدمة أفضل لكل مواطنينا العاملين في الخارج. يعني زي ما حضرتك ذكرتي سيادة السفيرة أنه التباين في الإجراءات من دولة لدولة أخرى كان بيسبب الكثير من المشاكل والمتاعب وأنه هذه الخطوة تأخرت. طيب عندما نوحد هذه الإجراءات وطبعا احنا بنتكلم عن 9 مكاتب أهمية ان هو كمان يتوسع ويكون موجود في مختلف الدول الموجود فيها طبعا عمالة مصرية. مش عارفة عملية التوسع في مكاتب التمثيل بأنواعه المختلفة يعني لابد انها تخضع لدراسة وافية. افهم انه في المناطق التجمع العمالي اللي موجودة في المنطقة العربية دي مسألة ضرورية جدا، إنما في بعض الدول الأخرى على حسب الأوضاع اللي موجودة فيها للعمالة المصرية، لأنه العمالة المصرية بتختلف من دولة لأخرى، بتختلف صحيح. طبيعتها، ما بيبقاش في حاجة لتمثيل عمالي، إنما مثلا بيبقى في حاجة لتمثيل ثقافي، لتمثيل علمي، للمبعوثين اللي موجودين، يعني الأوضاع بتختلف من دولة إلى أخرى. صحيح. هذا لابد أنه يعني تدرس هذه المسائل بعناية شديدة علشان التمثيل بتاعنا في الخارج يبقى على المستوى اللائق دايماً اللي مطلوب لينا في العالم كله. علشان نشرح للمشاهدين بشكل أكبر، مكاتب التمثيل العمالي اللي أصبحت دلوقتي موجودة في أكثر من دولة، إيه اللي هتقدمه للعمالة المصرية؟ هتسهل الإجراءات إزاي؟ إيه الإجراءات اللي هتوحدها؟ إيه المزايا أو التسهيلات اللي هتوفرها للعامل المصري؟ يعني علشان نشرح للمشاهد بشكل أكبر. لا، هي بتنظم أسلوب التعامل في هذه الدولة، بتنظم العلاقات العمالية في هذه الدولة اللي هم موجودين فيها مع السلطات المحلية، يعني في السعودية هتبقى مع السلطات المحلية، في الكويت، في أي دولة عربية أخرى. دي كلها إجراءات بتوضح للعامل بالضبط، لأنه مش كل اللي بيسافر بره بيبقى مطلع على الأوضاع في منطقة العمل اللي هو رايحها. وجود دليل لهذه الإجراءات واحتياجاته، لما يبقى محتاج اي شيء هيبقى عنده دليل يقدر يعرف بالظبط هو المفروض يعمل ايه. صحيح. انا اعتقد انه ده تنظيم للتعامل بين مكاتب التمثيل العمالي والمواطنين في الخارج، فمؤكد انها هتساهم بشكل كبير قوي، هتقول له ايه احتياجاته، ايه اللي المطلوب يعمله، لو في مشكله في مجال العمل بيقدر الممثل العمالي مع السلطات المحلية يحل هذه المشاكل. فلا أعتقد أنها خطوة سليمة للغاية، خاصة في الدول اللي تم تحديدها. سيادة السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكرك على هذه المشاركة معنا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. بتبذل الدولة جهود كبيرة لحماية سواحلها وشواطئها الممتدة
شمالا وشرقا لمواجهة التغيرات المناخية، ونجحت الدولة في هذا الشأن بتنفيذ أعمال الحماية. نتكلم عن حوالي 210 كيلومترات بالإضافة إلى 45 كيلومتر جاري العمل فيها. للحديث عن أهمية هذا المشروع القومي الذي يستهدف الحفاظ على مساحة الأراضي المصرية من التآكل بسبب التغيرات المناخية، هيكون محور نقاشنا وحوارنا النهاردة مع ضيفنا في الاستوديو دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة جامعة عين شمس. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أولا كده في البداية، يعني السؤال المعتاد علشان بس إيه يعني نعرف المشاهدين كده سريعا عن أثار التغيرات المناخية في العالم بشكل عام وفي مصر تحديدا، كان إيه أثرها؟ التغيرات المناخية حضرتك بتأثر على يعني مش بس الإنسان، ولكن كل ما سخر لخدمة الإنسان على هذا الكوكب سواء نبات أو حيوان. يعني هذا النظام الرباني البديع على هذا الكوكب هو نظام حساس جدا، نظام إيكولوجي. كل يعني مكونات هذا النظام الإيكولوجي كله في يعني توازن، ولكن ما يحدث أن بسبب التغيرات المناخية أن هذا الـ يعني النظام الإيكولوجي ان هو تأثر جامد جدا، وبسبب هذا التأثير ان في النهاية ارتفاع درجات الحرارة، مش بس بنتكلم على درجات الحرارة لكن بنتكلم على ان هناك تغيرات كثيرة جدا ستحدث، وهي تغيرات مناخية متطرفة، فدي كلها هتأثر على الإنسان، على النواحي الحياتية، على الأمراض اللي هتيجي سواء ليه أو للنبات أو للحيوان، وعلى صحته وعلى إنتاجيته وعلى عافيته. يعني حضرتك تغيرات كثيرة جدا بتحصل بسبب التغيرات المناخية، فهي مش بس مجرد ارتفاع درجات حرارة، لكن المشكلة تداعيات الارتفاع في درجات الحرارة هتكون لها أثار كبيرة جدا سلبية. هتكون لها، هي بالفعل أصبح لها تداعيات سلبية جدا، مش بس في مصر، نتكلم عن جفاف أنهار، نتكلم عن وفاة العديد من طبعا المواطنين في بلدان مختلفة، نتكلم كمان عن يعني تصحر اللي أصاب يمكن دول مجاورة وغيره من الآثار السلبية. في مصر بقى كان أثرها إيه؟ الآثار طبعا في مصر في بعض الزراعات تأثرت كثير جدا، بنتكلم على أن الشواطئ والمناطق الساحلية، احنا عندنا في مصر حوالي 3200 كيلو من السواحل، سواء 1700 في البحر الأحمر أو 1500 في السواحل الشمالية البحر المتوسط، وكل دي طبعا للأسف الشديد أن في نحر وفي تآكل في هذه السواحل. بس احنا برضو حضرتك لو تسمحيلي عايزين نفرق ما بين حاجتين، أن في نحر وتآكل في السواحل ودي لها يعني أسباب ومصادر طبيعية، وفي هناك ما تم بفعل الإنسان وأيضا بفعل التغيرات المناخية. فلازم بس نوضح أن في جزء إحنا تسببنا فيه كإنسان بسبب يعني أن اتجهنا ناحية أن يكون في مدن كثيرة على السواحل وصناعات، ويكون في أنشطة إنسانية كثيرة وأنشطة بشرية كثيرة، دي برضو تسببت في كثير من المشكلات البيئية الخاصة بالسواحل. ولكن أيضا هناك مشكلات أخرى بسبب التغيرات المناخية. التغيرات المناخية حضرتك اللي هي أصلا برضو بسبب الإنسان، اللي هي برضو بسبب الإنسان، هي كله بسبب الأنشطة الإنسانية، كله بسبب الإنسان. بس هي عجلت حاجات كتيرة قوي. يعني التآكل والنحر كان موجود على طول دايما، ودايما عشان كده كان بنلاقي اسكندرية كنا بنملى فيها، في إجراءات حمائية بتتم في اسكندرية من زمان قبل التغيرات المناخية حتى ما نبتدي نتكلم عليها. ولكن إن هقول لحضرتك على حاجة، احنا عندنا مثلا الشعب المرجانية يعني زيادة درجة الحرارة في المياه في البحر الأحمر مثلا درجة بتؤدي إلى ما يعرف بالتبييض اللي هي بليتشنج، اللي هي بتؤدي إلى مشكلات في الشعب المرجانية، ودي طبعا لها علاقة بالسياحة ولها علاقة بالدخل ولها علاقة بسبل الحياة كتيرة جدا لمهن كثيرة جدا، سواء صيد أسماك أو السياحة أو الغوص أو حاجات كتيرة. فعندنا تبعيات كثيرة، لازم ان احنا نحافظ على ما لدينا من موارد ساحلية كثيرة ومتعددة حبنا الله بيها، علشان خاطر التغيرات المناخية نقدر ان احنا ناخد اجراءات استباقية حمائية، حتى يمكن ان احنا لما تزداد حدة التغيرات المناخية نكون مستعدين لها فعلا. ونتيجة لهذا التآكل
والتقليص من السواحل والشواطئ نتيجة بقى للتغيرات المناخية أو نتيجة للأنشطة البشرية، عندنا المشروع القومي لحماية السواحل والشواطئ طبعا المصرية من التآكل بفعل هذه الأنشطة طبعا المختلفة أو التغيرات المناخية. عايزين نتكلم باستفاضة عن هذا المشروع القومي لحماية طبعا سواحلنا المختلفة. هو الحقيقة فندم المشروع القومي ده مشروع كبير، وهو جزء منه للتكيف مع التغيرات المناخية. يعني هذا المشروع بيعمل إجراءات حمائية زي مثلا مصدات مياه وحوائط مياه اللي هي السي وولز والمصدات للمياه، وفي اجزاء منه بيتم استعاده ما فقدناه من الرمله اللي هي موجوده في السواحل، وفي اجراءات كثيره جدا بحيث ان احنا نقدر نستعوض ما تم فقده في المناطق الساحليه، وايضا بنحمي نفسنا من ارتفاع مستوى سطح البحر في السواحل الشمالية، علشان طبعا كل ما بيرتفع سطح البحر بيحصل تدخل في الملوحة، الملوحة بيحصل سي لاين انتروجن اللي هي يعني بتخش الملوحة إلى المناطق الساحلية، فإحنا عايزين إحنا نمنع هذا بقدر الإمكان لأنها لها تأثير كبير جدا على الزراعات الموجودة في المناطق الساحلية وأيضا على الأنشطة الإنسانية الأخرى. وهذا المشروع القومي هو جزء كبير منه فعلا للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، لأن هي اللي هتكون يعني اللي مش هنقدر نتحكم فيها قوي لانها عابره الحدود، هي جانا لم تنشا هنا ولكن عالميه، وبالتالي احنا نقدر نحمي نفسنا فقط، بس بقدر الامكان احنا بنحاول نتجاوب مع هذه التداعيات بالاجراءات الاستباقيه. طب الاثار البيئيه لحمايه الشواطئ ازاي حافظت هذه العمليات، يعني عمليات حمايه الشواطئ والسواحل من التآكل اللي بيحصل؟ حضرتك هو اللي بيحصل ان احنا اولا بنحاول نستعوض الرمله اللي هي راحت والمناطق اللي هي كان فيها ترسبات، ما برضو حضرتك في جزء كبير منها ان بسبب ان ما عادش في فيضان في النيل، والترسبات الكتيره الطمي اللي كانت بتيجي دي كانت حضرتك بتؤدي الى ارتفاع المنسوب بتاع الارض نفسه اللي موجود على السواحل، فاحنا ابتدينا ان احنا نعوض جزء كبير من ما فقدناه من تآكل ونحر في المناطق الساحليه ان احنا نستعوضها برمال، وايضا ابتدينا نعمل مصدات وحوائط على المناطق الساحليه حتى الارتفاع سطح المياه ما يخشش ويعمل تآكل اكتر ونحر ويخش الى الداخل في المناطق المأهولة فعلا. احنا عندنا اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية كمان بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية وضعت ضوابط جديدة للحفاظ على السواحل المصرية بإصدار طبعا قرارات فورية بوقف أعمال التكسير والتهذيب داخل حرم الشاطئ بالبحر الأحمر وكمان المناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت. شايف الخطوة دي ازاي؟ حضرتك هو مهم جدا طبعا ان احنا مع مرور الوقت بنحاول نخلي حرم البحر مسافة أطول، فبنسيب دلوقتي بنسيب 200 متر من حرم البحر من آخر نقطة في البحر حتى لا يمكن أن يكون هناك أي أنشطة بشرية أو أي شيء ممكن أن هو يؤثر بالسلب على المناطق الساحلية. ده نمرة واحد. نمرة اتنين حضرتك، مش بس احنا خدنا هذه الخطوات ولكن هناك حلول خاصة بالطبيعة Nature Based Solution. معناها إيه حضرتك؟ إن احنا نستغل مصر، الدولة المصرية بتستغل الطبيعة في حماية شواطئها من تداعيات التغيرات المناخية. مثلا نبات المانجروف، نبات المانجروف ده من أحسن ويعني ثبت علميا أنه من الحلول القوية جدا لحماية الشواطئ من تداعيات التغيرات المناخية. ليه حضرتك؟ لأن هو أولا هو بيعيش في المناطق الساحلية على سواحل البحر الأحمر لأن هو في شبه استوائية سب تروبيكال، يعني يقدر أن هو يعيش هناك، وهو الحقيقة الحل الأمثل في شواطئ البحر الأحمر أن احنا ننمي ونكثر من هذا النبات، لأن هو ده مش بس بيعمل تخفيف، بيعمل حاجتين حضرتك، التخفيف من انبعاثات الكربون لأن هو بياخد الكربون وبيخزنه، ونمرة اتنين هو بيقدر ان هو يعمل تكيف لان لما بترتفع مستوى سطح البحر هو بيكون حاجز طبيعي حتى الاندفاع المية وقوتها
بيقدر ان هو يحد من قوتها انها ما تخشش جوه في الداخل. فيعني وهو مائل طبعا من الهابيتاتس الجميله جدا للاسماك والقشريات. ويعني الحقيقه هذا هو رد الفعل ان احنا نقدر ننمي هذا النبات حتى يمكن ان احنا نحمي شواطئنا اكتر، بالذات في منطقه البحر الاحمر اللي بينمو فيها نبات المانجروف. طيب لو رجعنا كده لكوب 27 ويمكن السيد الرئيس قبل حتى بدء هذا المؤتمر كان دايما بيقول انه هذا المؤتمر هو مؤتمر التنفيذ، ان احنا يعني تحويل بقى الوعود الى يعني افعال تنفذ على ارض الواقع. من ضمن المخرجات نتكلم عن انشاء صندوق لتعويض الخسائر اللي بتتعرض ليها الدول طبعا من جراء التغيرات المناخية، خاصة وأنه الدول المتقدمة يعني لا يخفى على أحد هي المتسبب الأكبر بنسبة كبيرة جدا في تلك الخسائر. هذا الصندوق شايف أنه هو ممكن هيكون ليه دور في مواجهة التغيرات المناخية؟ طيب هو الحقيقة حضرتك فتحتي موضوع مهم جدا، موضوع العدالة المناخية، لأنه مرتبط بالتمويل المناخي. الاثنين دول هم لا يمكن أن احنا نفصلهم عن بعض. قضية العدالة المناخية بتقول حضرتك أن الدول التي ستتضرر أكثر بسبب الهشاشة الفرنابيليتي بتاعتها زي مثلا دول كثيرة في أفريقيا لا تتناسب أبدا مع مساهمتها في هذه القضية، لأن مساهمتها في الانبعاثات الكربون قليلة جدا ولكن الضرر هيقع عليها كبير جدا. طب تعمل إيه حضرتك الدول دي وهي لم يكن لها مسؤولية تاريخية في ذلك؟ المسؤولية التاريخية تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى التي بدأت منذ الثورة الصناعية وهي اللي كانت بتستعمل الفحم والوقود الأحفوري. فكثير جدا من الدول حتى قبل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية في 92 من 91 وهم كانوا بيلتقوا على هامش المؤتمرات عشان يتكلموا على موضوع التعويضات للخسارة والضرر loss and damage. وللأسف الشديد لم يتم إدراج هذا البند الهام جدا للدول النامية على أي لا دخل في الاتفاقية الإطارية ولا دخل بعد كده في أجندة المفاوضات. الحمد لله نجحت الدبلوماسية المصرية ولأول مرة بعد 26 اجتماع مؤتمر أطراف عقده قبل كده لإدراجها رسمي وليس في الأروقة أو في كوريدورات وكده، رسمي إنها تدرج وتم مناقشة هذا البند والحمد لله نجحت مصر. وطبعا ده حضرتك يعني دي حاجة صنعنا التاريخ فيها، لأول مرة يتم إنشاء هذا الصندوق. طبعا هو في جزء يعني يمكن لم يتم الاعتراف صراحة بالمسؤولية التاريخية عن قضية التغيرات المناخية، لأن الدول الغنية الصناعية كانت دايما مش عايزة تفتح هذا الحديث والمباحثات حتى لا تقع أن هي لها التزام أدبي وأخلاقي وتاريخي فهم قالوا بدل ما بندي مساعدات إنسانية لما بيحصل كوارث خاصة بالتغيرات المناخية خلينا نعمل صندوق، ولكن إلى إن شاء الله لما نتقابل في كوب 28 في دبي هيكون آلية هذا الصندوق، مصادر التمويل وكيف يمكن احتساب الخسارة والضرر، كل دي مشاكل لا زالت لم تحسم بعد، ولكن إن شاء الله يعني في فرق عمل معمولة على أساس أن هي يقدروا يوصلوا إلى يعني التفاصيل أكتر إن شاء الله. فعليك فتحتي موضوع مهم جدا لأن القضية دي مرتبطة بالتمويل المناخي، مرتبطة بما سيحدث من أضرار للدول النامية اللي هي عندها هشاشة كبيرة جدا وأن هي متعرضة للخسائر والأضرار كتير جدا. ولأول مرة كاب 27 زي ما حضرتك تفضلتي أن النتيجة الكبيرة جدا اللي خدناها هو فعلا إنشاء مثل هذا الصندوق. عشان كده احنا بنقول أنه هذا المؤتمر هو تحويل المعاهدات إلى يعني شراكات أو إلى اتفاقات أو إلى التزامات تنفذ على أرض الواقع. وبالفعل يمكن الجميع الذي شارك في هذا المؤتمر أشد طبعا بكل ما تم، وفي نفس الوقت كمان يعني قالوا أنه هو مختلف عن أي مؤتمر قبل كده عقد فيما يتعلق بالمناخ. في رأيك يعني مستقبل العالم بعد نجاح هذا المؤتمر، مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، بعد ما كمان يعني شفنا اتفاقات يعني بتعقد على أرض الواقع سواء في تنفيذ مشروعات هيدروجين أخضر لسه شايفينها يعني تعاقد ما بين مصر وبين عدد من الدول وغيرها من الالتزامات اللي بدأنا نشوفها خلاص بتنفذ يعني.
الحقيقه حضرتك كوب 27 احنا يمكن نتكلم على مستوى مصر الاول قبل نتكلم على مستوى العالم. احنا خرجنا بنتائج كثيره جدا بالنسبه لمصر وحاجات عظيمه جدا بالنسبه للمبادرات اللي تم اطلاقها في كوب 27، سواء احنا بنتكلم على منصه نوفي اللي هي الخاصه بالملفات الثلاثه الضخمين جدا للامن الغذائي وملف المائي وملف الامن الطاقه. فكل الحاجات دي حضرتك يعني اكدت على دور مصر ان هي حولت التحديات الموجودة في العالم إلى فرص على أرضنا في مصر، إن هي إزاي ممكن نحول مصر إلى مركز إقليمي ومركز عالمي للطاقة الجديدة ومتجددة. وإحنا في هذا المضمار مشينا في موضوع الهيدروجين الأخضر كويس جدا، مشينا إزاي نحن هنزود الطاقة الإنتاجية اللي هي الطاقة المركبة بتاعتنا في الرياح وفي الطاقة الشمسية. دي حاجة، وطبعا هي مرتبطة بالأمن الغذائي ومرتبطة بأمن المياه. طبعا الثلاثة دول يعني لا يمكن أن يفترقوا أبدا. الحاجة الثانية طبعا مهمة جدا حضرتك، إن إحنا بنمثل النموذج الذي تحتذى به الدول الأفريقية الأخرى، وده جزء من الانتماء الأفريقي بتاعنا زي ما سيادة الرئيس بيأكد، وزي ما اتقال في القمة الأفريقية الأمريكية في واشنطن من حوالي أسبوع، إن إحنا ابتدينا نفكر. يعني إحنا كنا بننظم هذا المؤتمر أو القمة دي بالنيابة عن دول أفريقيا 54 دولة، فإحنا بنفكر في كيف يمكن الخروج من معضلة التمويل بسبب الديون الكبيرة جدا، وفكرنا فيها. وسيادة الرئيس قال إن في آلية كويسة جدا، إن إحنا من الممكن إن نقدر نعمل مبادلة الديون، جزء منها يا إما إعفاء من الديون ديت ريليف، أو إن إحنا نبادل جزء كبير من ديون أفريقيا إلى مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية أو مشروعات تنموية. بالفعل ده كان سؤال مهم جدا جدا يا دكتور علاء، لأنه فعلا كان تساؤل من مختلف الخبراء يعني والمعنيين. طيب أنا دلوقتي العالم كله بيمر يعني ظروف اقتصادية صعبة، عملية عسكرية أثرت على العالم كله، طيب إزاي الدول دي هتلتزم ماديا تجاه الدول الفقيرة أو الدول المتضررة؟ وبالتالي كان الإجابة زي ما حضرتك ذكرت، فكرة أنه يكون في شراكات، يكون في تعاون، تبادل تكنولوجيا على سبيل المثال، مشروعات تنفذ على يعني في الدول الإفريقية. وبالفعل توصلنا إلى عدد من المشاريع والاتفاقات المتعلقة بالموضوع ده. حضرتك هو نقطة مهمة جدا حضرتك تفضلتي بيها. دلوقتي احنا لما خرجنا من موضوع الجائحة كان هناك تضخم وكان هناك مشكلات اقتصادية في الدول الغنية وفي الدول النامية على السواء، لأن دول ما كان عندهم لوك داون، كان عندهم إغلاق، كان عندهم ما فيش إنتاج، ما فيش تصدير، ما فيش كذا، وبالتالي كان عندهم مشكلات اقتصادية ومالية كبيرة الدول المتقدمة. الدول النامية نفس الشيء حضرتك، برضو كان اضطروا ان هم ياخدوا ديون كتيرة ودي زودت المديونية بتاعته. ثم دخلنا في الأزمة الروسية الأوكرانية، الموضوع زاد تمام. طبعا بالنسبة للدول الغنية اللي حصل لها مشكلات خاصة في أوروبا، وما حدث من مشكلات في أمن الطاقة، وفي الدول النامية اللي زادت عليها كل يعني الفاتورة بتاعت الطاقة وكده، فهو طبعا حضرتك لازم نخرج من هذه المعضلة، ان احنا ندور على أدوات مبتكرة، نفكر خارج الصندوق. لابد ان احنا زي ما حضرتك تفضلتي ان احنا نقول انتوا عندكم مشكلات واحنا عندنا مشكلات، طب بس في مديونيه بينا، في حسابات قديمه بينا، الحسابات القديمه دي احنا ممكن نتكلم فيها، نسويها شويه، انتوا تعفونا منها واحنا نحولها الى مشروعات على الارض. صحيح، واخده بال حضرتك ليه؟ لان هم الاجنده بتاعتهم هي التغيرات المناخيه، واحنا نفس الاجنده برضو، احنا عايزين نعمل تغيرات مناخيه بس احنا عايزين نعمل مشروعات للتكيف اكتر من التخفيف، هم عايزيننا نعمل تخفيف اكتر لان هو ده اللي بيخدم مصلحتهم أجندته. فكيف يمكن التوصل إلى حل وسط إن جزء من هذه المديونية، جزء من هذه الديون نحوله إلى مشروعات تخدم الطرفين، جزء تكيف وجزء تخفيف. طيب دلوقتي الناس اللي بتتفرج علينا ممكن بعض الناس يتساءل يا دكتور علاء، طيب انتوا دلوقتي عاملين تتكلموا عن المشروع القومي لحمايه السواحل والشواطئ المصريه، نعم، وان هي معرضه للتاكل او معرضه يعني للعديد من المشكلات بسبب الانشطه البشريه او بسبب التغيرات المناخيه، طب ايه اصلا الاهميه السياحيه والبيئيه للشواطئ والسواحل المصريه الممتده شمالا وشرقا، اللي هي طبعا بتحتوي على العديد من الشعب المرجانية والكنوز لو ممكن نقول يعني. حضرتك احنا بنسميها الاقتصاد الأزرق، بلو ايكونومي. البلو ايكونومي ده اللي هي ان هناك كثير من الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة
في جنب على السواحل المصريه وحول السواحل المصريه وحوالي 100 كيلو من السواحل المصريه. انك هناك العديد من الانشطه سواء صناعيه زراعيه سياحيه الى اخره كلها بيكون حوالين المناطق السياحيه، وعندنا كمان مدن سياحيه وعندنا انشطه كتيره بتجيب دخل للدوله وبتجيب دخل للافراد. المشكله حضرتك ان تركيز مثل هذه الانشطه في منطقة حساسة، خدي بال حضرتك احنا بنتكلم عن مناطق ساحلية، المناطق الساحلية دي فيها نظام ايكولوجي حساس جدا، هش جدا، بمعنى ان كل شيء سواء في الموارد البحرية والموارد البرية الاثنين دول في تناغم بينهم، ان هما الاثنين بيشتغلوا في نظام بديع، لو حصل اي يعني مشكلة ما بين الاثنين الموارد البحرية والموارد البرية بتعمل مشكلات طويلة الأجل. عندنا حضرتك الموارد البرية دي حيوانات وعندنا نباتات وعندنا في الموارد البحرية زي ما حضرتك تفضلتي عندنا شعاب مرجانية وعندنا أسماك. كائنات كمان بحرية فريدة من نوعها. سبحان الله، احنا البحر الأحمر بيتميز حضرتك بأنه ثري جدا في الموارد البحرية بتاعته، وأن هو ده اللي بيجيب دخل كبير جدا في السياحة، ولابد أن احنا يكون هناك يعني مش هنقول نحافظة عليه بشكل ان احنا نتوازن في الاحتياجات بتاعتنا من التنمية وايضا في كيف يمكن ان نحافظ عليه. ما فيش عايزين نعمل ان هي موضوع المحافظة على البيئة بشيء مطلق، ولكن لابد ان احنا نوازن ما بين احتياجاتنا التنموية واستغلالنا للموارد البيئية، الأصول البيئية اللي بيجيب لنا موارد اقتصادية، وفي نفس الوقت ان احنا يعني ما نستغلهاش استغلال جائر او استهلاك جائر، وما نستغلهاش كالبلوعة او الوعاء اللي نقدر ان احنا نرمي فيه مخلفاتنا، نرمي فيه الصرف الصحي، الصرف الصناعي، صرف زراعي. مش لازم نعمل كده، وبالتالي محتاجين ان احنا بننفذ المشروع القومي زي ما حضرتك تفضلتي، وفي عندنا خطه اداره المناطق الساحليه متكامله، اداره المناطق الساحليه اللي هي بتراعي كل الانشطه الاقتصاديه في نفس الوقت كيف يمكن ان يكون هناك يعني نظام التوازن ما بين الاحتياجات البشريه الاقتصادية والحفاظ على البيئة. طب التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية في حماية شواطئها؟ ان احنا حضرتك عندنا قد يكون هناك استغلال جائر للأصول بتاعت الشعب المرجانية، عندنا الأسماك، صيد الأسماك لابد من تنظيمه، الصرف الصناعي، الصرف الصحي، كل الأنشطة الاقتصادية حضرتك اللي موجودة على المدن الساحلية بما فيها من صناعات وزراعات إلى آخر، إن هي بتنظمها. وعشان كده زي ما حضرتك تفضلتي إن إحنا دلوقتي رجعنا بحرم البحر 200 متر عشان ما يبقاش في أنشطة، ولا في لجنة هي اللي بتنظر في كل الأنشطة اللي ممكن تكون موجودة قريبة من الأماكن السياحية. بنعمل إجراءات حمائية استباقية زي ما قلنا، بنعمل في مصدات مياه، بنحط رمل علشان خاطر نستعوض ما تم في النحر والتآكل. ففي حاجه، والبحيرات طبعا الشماليه ان احنا بنحافظ عليها لان هي دي اللي بيجي لها المياه من البحر الابيض. ففي حضرتك خطوات بتتاخد، وزي ما حضرتك قلتي في حوالي 67 كيلو احنا قدرنا ان احنا نشتغل فيهم في السواحل الشماليه، ولا زال بنستكمل السواحل الشماليه. يعني احنا ماشيين في مراحل، والحمد لله ان هذا المشروع مشروع كبير جدا 2017، في تمويل كبير من صندوق المناخ الاخضر جرين كلايمت فاند، ووزاره الموارد المائيه هي اللي بتقوم عليه طبعا بالتنسيق مع هناك عده قطاعات اخرى. يعني هل عمليه الحمايه مكلفه؟ وازاي ممكن نستفيد من العلم والبحث العلمي في حمايه شواطئنا وسواحلنا الجميله؟ طيب هو بصي حضرتك، هو حكايه ان هي مكلفه، هو الموضوع لابد ان يكون له عائد، العائد لا يتم تقديره بالعائد المالي او المادي، ولكن يتم تقديره بان احنا دي جزء من الاجيال القادمه، احنا بننمي وبنستثمر في المستقبل، هذه هي صناعه المستقبل. اي حمايه بنحميها دلوقتي علشان شواطئنا وسواحلنا هي الحقيقه تنميه مستدامه، وبنتكلم على الاجيال القادمه. ولما بنيجي نحسب الحسبه دايما العائد لما يكونش ليه عائد مادي، ولكن بيبقى ليه عائد
للاقتصادي اللي هو الاجتماعي اللي هو في المستقبل. بالنسبة للبحث والتكنولوجي فهو حضرتك مهم جدا ان احنا لما بنيجي نستعمل اي نوع من انواع الانشطة الاقتصادية لابد ان يكون التكنولوجي اللي موجودة هي تكنولوجي بيكون بتراعي استخدام اعلى كفاءة للطاقة وطاقة جديدة وطاقة متجددة وايضا المواد الخام والموارد الطبيعية التي يتم استخدامها، ان احنا بنسمى الاقتصاد الدائري اللي بيخش بنقدر ان احنا نعيد تدويره تاني في دائرة مغلقة، بحيث ان الموارد اللي بنستهلكها في المناطق الساحلية بنقلل الويست او بنقلل المخلفات باكبر قدر ممكن، وما يتولد عنها من مخلفات بنقدر نستخدمه مرة اخرى. المخلفات أيوة يا دكتور، المخلفات يعني اخيرا بقوا في دقيقة، يعني كلمة للمواطنين اللي يعني للحفاظ طبعا على هذه السواحل. عليك شكلك مستاء طبعا. انا مستاء من حاجه واحده، هي البلاستيك، هو اكتر حاجه في البحار طبعا والمحيطات اللي معروفه حضرتك ان هي دي ذات خطوره عاليه جدا انها لا تتحلل، مش بايودجريدبل، هي البلاستيكات. بس بتشوف مبادرات مؤخرا للحفاظ على السواحل والشواطئ من البلاستيك، بنشوف مبادرات اتمنى انها يعني يكون ليها صدى عند الناس. الناس هم يا فندم، هم احنا عايزين يكون جزء من الحل مش جزء من المشكله. الناس احنا بنشتغل معاهم عشان يبقى في وعي مدى ادراك ونقدر نغير سلوكيات الناس تجاه بعض القضايا، منها واهمها زي ما حضرتك تفضلتي هي المخلفات. طيب اخيرا لو حابب تقول يعني ايه اهميه الخطوات اللي اتخذتها الدوله، وفي نفس الوقت ايه اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه وفي دقيقه عشان احنا لسه قدامنا دقيقه. احنا حضرتك محتاجين اهم حاجة ان المواطن يكون ايده مع الدولة، بحيث ان احنا المواطن بيروح المناطق الساحلية، المواطن له انشطة في المناطق الساحلية، ياريت ان هو يبقى ما يحاولش ان يفتكر ان المناطق الساحلية دي ان هي عشان بتفتح على بحار يبقى نقدر ان احنا نلوث او نرمي فيها اي نوع من المخلفات او نعمل فيها اي انشطة تبوظ الدنيا، او ان انا لو بصطاد وعندي مركب صيد او اي حاجة لازم افكر دايما ان لابد من استدامة المورد، لان في النهاية حضرتك لو حصل اي مشكلات هي مش هترجع علي انا لوحدي ولكن هترجع على المجتمع ككل. فانا بفكر ان انا جزء من الكل ولابد ان انا احط ايدي مع ايد الدولة علشان خاطر نقدر نكمل ما بدأناه جميعا. انا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا دكتور علاء سرحان، استاذ اقتصاديات البيئة جامعة عين شمس، شكرا ليك. ولأن موجز لهم وآخر الأنباء مع زميلة حور محمد، إليك حور. شكرا لك خلود، أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، وموجز 11 مساء لأهم وآخر الأنباء. الحادية عشر مساء التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا ومرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطات المضافة من الغاز الطبيعي، هذا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول لمتابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول، حيث وجه الرئيس السيسي أيضا بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج الصودا آش، والذي من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبأجمالي استثمارات تبلغ 2,100,000,000 دولار. اعتبرت رئيسة تنزانيا سامية حسن أو عبرت عن شكرها لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي للتعاون المشترك في إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري.
وأكدت رئيسة تنزانيا أن المشروع يمثل تنمية شاملة ومستدامة للبلاد، حيث يفتح مجالات كثيرة في مجال التنمية الزراعية. كانت رئيسة تنزانيا قد أعطت الإشارة ببدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة بحضور وفد حكومي مصري رفيع المستوى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بعد اجتماع لمجلس الدولة بموسكو إن بلاده ستدمر منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية إذا أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر غراشكو أن من حق بلاده اعتبار تسليم صواريخ باتريوت لأوكرانيا مشاركة أمريكية مباشرة في النزاع. أعلن البيت الأبيض أنه لا توجد حاليا محادثات جدية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشدد البيت الأبيض أنه لا يحق لأحد أن يملي على الولايات المتحدة نوعية المساعدات الأمنية التي تقدمها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بمساعدات أمنية خصوصا معدات الدفاع الجوي. اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بعرقلة استئناف تصدير الأمونيا الروسية إلى السوق الدولية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الحديث يدور عن 7 ملايين طن من الخام سنويا، مشيرة إلى أنه حتى الآن استفادت 580 سفينة من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حيث نقلت أكثر من 14 مليون و800 طن من الحبوب. قرر القضاء البلجيكي إبقاء النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشبهات الفساد، وهذا وفقا لما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية وفرضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي أمامها بعد 11 يوما من توقيفها طلبها لإخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة صور إلكتروني. وقررت المحكمة تمديد توقيفها الاحتياطي شهرا وفقا لما أوضحت النيابة العامة في بيانها. ختام الموجز مشاهدينا، والآن فاصل قصير ثم نعود لاستكمال باقي فقرات برنامج حديث الأخبار. مصر بلد الحضارة والتاريخ ومصنع المعجزات، هتبهر العالم قريب جدا بالافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير اللي اختارته ناشونال جيوغرافيك كأفضل جهة سياحية على مستوى العالم. سيضم عند افتتاحه ما يتجاوز حوالي 50,000 قطعة أثرية بتشمل مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، واللي بتتجاوز حوالي 5,000 قطعة تعرض لأول مرة أمام العالم بشكل كامل. طبعا حول المتحف المصري الكبير ومقتنياته، برحب بضيفي في الاستوديو دكتور أحمد بدران أستاذ الآثار جامعة القاهرة. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. الأخبار؟ أهلا وسهلا بالمشاهدين. الحمد لله. هذا الخبر اللي اختارته ناشونال جيوغرافيك إنه المتحف المصري الكبير كأفضل جهة سياحية على مستوى العالم كله، شفت الخبر ده إزاي وأهميته؟
هو طبعا خبر مهم جدا ان مصر تتصدر افضل الوجهات السياحيه في العالم، وده عن طريق استفتاء عملته ناشونال جرافيك او مجله ناشونال جرافيك، وده كان مهم جدا لان متحف مصر بالفعل ليه يمكن عده مميزات تؤهله لذلك. اول حاجه موقعه المهم جدا والمتفرد ايضا ان هو يواجه مباشره منطقه هضبه الاهرامات بما فيها اقدم اهرامات مصريه قديمه، ومن ضمنها الهرم الكبير اللي هو واحد من عجائب العالم السبعه القديمه البقيه حتى الان، والمسجل على قيمه التراث العالمي كعمل استثنائي ونادر وحضاره رائده من عمل الانسان المصري القديم. الحاجه الثانيه ان كمان المتحف دوت هيكون هو البيت الجديد بتاع الفرعون الذهبي توت عنخ امون، ذلك الفرعون اللي شغل الباب العالم واللي بعض القطع من مقبرته طلعت لمعارض في لوس انجلوس وفي فرنسا وفي انجلترا، وحصل باقبال كبير جدا لدرجه ان تذاكر الدخول كانت بتنفذ في الساعات الاولى. لاول مره حضرتك المتحف المصري الكبير يعرض فيه اثار توت عنخ امون الذهبيه، 5398 قطعه خرجت كلها من مقبرته اللي تم اكتشافها في 4 نوفمبر 1922. كانت الاول جزء منها موجود في متحف التحرير في القاهره، أيوة. وجزء اخر العجلات الحربيه في المتحف الحربي، وجزء اخر في متحف الاقصر، وكمان جزء في المخازن. لاول مره كل اثار توت عنخ امون كل مقتنياته تبقى مع معروضه في مكان واحد. طيب دحية. القطع الاثريه مقتنيات توت عنخ امون، هذه الكنوز المصريه الاثريه ازاي الفتره اللي جايه ومع الافتتاح طبعا هتمثل جذب كبير للسائحين من مختلف الجنسيات. دي نقطه مهمه جدا. هي طبعا المتحف المصري اصلا فكره انشاء المتحف المصري الكبير رعيه فيها ان هي تكون الاساس في العرض فيها هي مجموعه توت عنخ امون الذهبيه، زي اللي حصل بالظبط في متحف القومي للحضاره المصريه في الفسطاط اللي فتحه السيد الرئيس. كان نقطه الجذب الرئيسيه فيه هي المومياوات الملكيه، وشفنا دوت من خلال الموكب الشهير موكب المومياوات الملكيه. هنا المتحف الكبير هيكون هو المقر بتاع توت عنخ امون. الاثار كلها بتاع توت عنخ 5398 قطعه تعرض مجتمع في المتحف دوت. توت عنخ امون هو بيشغل العالم كله من خلال اثاره، مقبرته اللي هي تكاد تكون الوحيده اللي جت لنا انتاكت، لم تمس لم تسرق قديما يعني. كمان حياه الملك ووفاته وتوليه العرش وعنده 9 سنوات ووفاته وعنده 18 سنه ده بيشغل الباب العالم كله، لحتى الان دراسات بتتم على مومياء الملك توت عنخ امون. وبرده السبب الرئيسي للاقبال ونقطه جذب سياحيه للاثار بتاعت عنخ امون هي لما خرجت في متاحف بره كان في اقبال كبير جدا عليها، سواء كان في امريكا في لوس انجلوس او في فرنسا او في انجلترا، حتى الفتره اللي هي قبل كوفيد لما عادت اخر معرض توت عنخ امون. فهو فعلا زي ما بيطلق عليه الفرعون الذهبي هيكون نقطه جذب رئيسيه في متحف مصر الكبير. وكمان الدوله عملت يعني افكار لتسهيل الزياره، اهمها من همها ان هي ربطت المتحف بين المحاور الرئيسيه وعدت محاور متسعه للدخول والخروج. ثم كمان في خلف المتحف موجود على طريق مصر اسكندريه الصحراوي مطار سفنكس الجديد وتم افتتاحه، وده مطار يعني جاهز لاستقبال رحلات الشارتر والعارض والطيران المنتظم. وكمان في مصر اسست شركه اير سفنكس للرحلات منخفضه التكاليف، لان المتحف المصري الكبير هيكون نقطه جذب سياحيه زي ما اوصى السيد الرئيس في اجتماعه الاخير مع الحكومه ومع المسؤولين عن المتحف المصري ووزير السياحه والاثار، ان هو فعلا يكون نقطه جذب مهمه جدا. المتحف المصري الكبير كمان مؤسسه خضراء، لانه حصل على شهاده كونه مؤسسه خضراء بتستعمل الطاقه البيضاء والطاقه النظيفه. والمتحف المصري الكبير فيه نقاط يعني متفرده ما هوش موجود في متحف في العالم. على سبيل المثال ان في عرض لاول مره مسله معلقه في المتحف المصري الكبير. صحيح. فكمان في مركبتين او مركبين من اكبر المراكب العضويه مصنوعه من الخشب اللي هم خاصين بالملك خوفو، هتكون موجوده في متحفين في متحف مصر الكبير. التمثال الكبير بتاع رمسيس الثاني في البهو العظيم اللي تم انشاء المتحف عليه هيكون في استقبال الزائرين. بهو او الدرج العظيم هيضم ما يقرب من 80 قطعه من اروع القطع من اعمال النحت المصريه القديمه، تتكلم عن الملكيه، عن المعتقدات، عن المعبودات، عن الثقافة، عن الحضارة، عن العلوم، عن النيل، عن كل ما يخص الحضارة المصرية القديمة اللي هي محطة أنظار العالم كله، هتكون موجودة في متحف مصر الكبير. لأول مرة توت عنخ آمون يعني كان معروض في المتحف المصري في التحرير في مساحة عرض 1500 متر، دلوقتي
قطع توت عنخ آمون هتعرض في 7600 متر مربع، يعني 7 أضعاف مساحتها. المتحف مصر كبير، معد حضرتك ان هو ده طبعا يعني ميزه فيه كمان مش موجوده في كل متاحف العالم، ان هو يستقبل في يوم الواحد 15,000 زائر، في الشهر 450,000 زائر، في السنه ما يقرب من 5 مليون زائر، ده يفوق ما طاقه استيعاب حتى متحف اللوفر او متحف بريطانيا. طب وحب السائحين لهذا التاريخ، نعم، تاريخ توت عنخ امون سببه ايه؟ يمكن احنا يعني بشكل عام بنشوف السائحين الاجانب عندهم حب وكبير جدا وكيريوسيتي او فضول علشان يتعرفوا اكتر على الحضاره المصريه القديمه ويتفرجوا طبعا على الكنوز المصريه في كل المتاحف المصريه المختلفه. نعم. وحتى لما يعني زي ما حضرتك ذكرت لما توت عنخ امون كان هناك زياره لاكثر من دوله كانت، نعم، التذاكر يعني بتنفذ، نعم، في الساعات الاولى. هذا الحب لتوت عنخ امون تحديدا سببه ايه؟ ده سؤال مهم برضو. هو سبب الشغف والحب ومتابعه العالم كله للملك توت عنخ امون، اول حاجه مقبرته اللي هي جات لنا مكتمله، يعني على سبيل المثال للساده المشاهدين، احنا ما وجدناش الاساس الجنائزي والاثار الخاصه بالملك خوفو صاحب الهرم الكبير، ما وجدناش الاساس الجنائزي الخاص بالملك رمسيس الثاني اللي هو بطل الحرب والسلام وقائد معركه قادش الشهيره ومعاهد السلام الشهيره مع الحيثيين، ما وجدناش الاساس الجنائزي الخاص بالملك تحتمس الثالث اللي هو جنرال مصر القديمه اللي قام ب 17 حمله عسكريه واخضع كل الدول لمصر القديمه. لكن وجدنا مقبره توت عنخ امون بما تحتويه من كنوز، واغلبها كنوز ذهبيه. على سبيل المثال القناع الذهبي الماسك اللي هو كان بيغطي المومياء ده وزنه 14 كيلو جرام ذهب خالص، وفي تقنيه عاليه جدا في تجميع هذا القناع وصناعته. تاني حاجة التابوت الذهبي اللي وضعت فيه المومياء بتاعة الملك توت عنخ آمون وزنه 110 كيلو جرام من الذهب الخالص، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة التي لا تقل في القيمة عن الذهب أيضا. المقاصير المذهبة والتماثيل وحتى يعني جوانتيات الأصابع اليد وأصابع القدمين كانت من الذهب، فهو ارتبط عند الناس بفكرة كمان روعة الآثار وروعة الفنون بالذات في الحلي والمجوهرات والتماثيل والفن والنقش. بالإضافة لكده كمان أن الملك توت عنخ آمون ارتبط بيه حاجة كده في العالم كله مع اكتشاف المقبرة بتاعته، هي فكرة لعنة الفراعنة، وقيل عنها كتير جدا، وحتى أن بعض الناس قالوا أن كارتر مكتشف المقبرة وجد نص بيقول سيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الفرعون او يقتحم مقبره الملك. لا، وافلام اتعملت على افلام كتيره جدا الفرعون، وحاجات روائيه وسينمائيه وثائقيه اتعملت عن لعنه توت عنخ امون بمعنى صح. فدوت من ضمن الاسباب اللي خلت فيه اقبال كبير جدا على كل ما يخص توت عنخ امون. طيب بالمناسبه بقى، نعم، ايه رايك في موضوع لعنه الفراعنه ده؟ لان احنا بنسمع وجهه نظر وغيره في الموضوع. جميل. والله انا هقول لك، انا رايي كاكاديمي متخصص واشتغلنا في مجال الحفار في حقل الاثار وفتحنا مقابر كتير جدا واكتشفنا اثار من خلال بعثه كليه الاثار جامعه القاهره، ما فيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه على الاطلاق. لكن كل الموضوع حتى النص اللي الناس استشهدوا بيه، يعني ان كارتر اكتشفه، ليس له وجود باللغه المصريه القديمه على مقبره الملك ولا على مدخل مقبره الملك توت عنخ امون. لكن اللي حصل ساعتها ان كارتر وكارنفول الممول بتاعه يعني اعطوا حق النشر الحصري لجريده لندن تايمز البريطانيه، فما كان الصحفيين مش لاقيين حاجه يعملوها، فما هم اخترعوا موضوع لعنه الفراعنه عشان يغطوا على الكشف لاهميته. طب تفسيرك يعني ايه للعدد من المكتشفين مثلا والمهتمين بالاثار والمقتنيات المصريه اللي كان بيحصل لهم؟ جميل، ده كوارث. ده سؤال مهم جدا بعد ما كانوا بينبشوا. ده جميل. شوفي اللورد كارنرفول لما توفى الممول بتاع المقبره دوت وقال ان هو في بعوضه قرصته في وشه وهو طلع، بعد كده جات له حمى ثم نقلوه الى احد الفنادق في القاهره وانقطعت الكهرباء والكلب بتاعه في القلعه في انجلترا مات في نفس التوقيت، وحاجات كتير جدا كلها حاجات صدفة فقط لا غير، ليس لها. والدليل على كده أن كارتر المكتشف عاش بعد اكتشاف المقبرة ما يقرب من 18 سنة، وكتير من الأسرين اللي اشتغلوا في المقبرة. لكن هو بعض الحوادث للأسف
ارتبطت عن طريق الصدفه ببعض الناس اللي اشتغلوا في المقبره دي واكتشاف المقبره دي، فربطوا ما بين كل هذه كلهم صدفه؟ صدفه، كلها حوادث بمحض الصدفه، ما كانش في حادثه مرتبه او لها اسباب يعني. بالاضافه طبعا لموضوع ان الحبكه بقى اللي تقال وتوضع، لمسات بقى توضع في الموضوع، ان كارتر كان عنده عصفور كناري صغير كده حطه في قوس، جت ثعبان الكبرى في يوم الكشف واكل هذا العصفور، ان في صقر كان بيحوم في السماء فوق المكان دوت يوم اكتشاف المقبره، ان هو كان يعني كلها حاجات ليس لها ما يؤيدها بالنسبه للناحيه العلميه. لكن هو بالنسبه لعلماء الاثار لما بيكتشفوا مقبره جديده بيتم فتح المقبره وتهويتها فتره من الزمن، لانها مقفوله بالاف السنين، فمع وجود مواد عضويه، مع وجود مومياء محنطه، مع وجود ادوات استخدمها مصر القديمه وحطها في المقبره بتاعته، فبيبقى في نوع من الغازات السامه والفطريات والميكروبات والجراثيم موجوده في البيئه دي، فانت لازم تحتاط وتتخذ اجراءاتك، ثم بيتم العمل في المقبره واستخراج الاثار. ودرع كده ان هم قعدوا يطلعوا اثار توت عنخ امون من المقبره ويرمموها لفتره تقرب من 10 سنوات، وما فيش حد اصيب باي مشكله خالص. صحيح، الفكره ان يعني هي كانت اختراع لا حتى الان يعني بنشوف الان لما بنيجي نشوف المتاحف لسه في قسم ترميم يعني. ده حقيقي. الحمد لله. ده حقيقي. كويسين. ده حقيقي. الحمد لله. هو ليس له اساس من الصحه في والله الوطن. والله اعلم يعني، احنا برضو ايه ما نعرفش. هو المصري القديم كمان كان بيكتب كده بعض العبارات اللي هي بيخاطب فيها يعني ضمير الانسان، يعني من يحاول دخول المقبره سوف احتكم معه امام محكمه الارباب في العالم الاخر، من يحاول دخول المقبره لن يخلفه ابنه في منصبه، لن يرث امواله، لن يكون بالظبط كده. حتى هي احنا بنسميه، انا عامل بحث عن الموضوع بنسميه حفظ المباني الجنائزيه يعني عن طريق الوعيد والتهديد. هو لكن هو المصري ما فيش لعنه موجوده عنده، ما فيش سحر يحميه، هو خلاص انتقل لعالم اخر، فقد كل القوى اللي ممكن اثر بيها على العالم الدنيوي. طيب. الموقع بقى المتحف الاستراتيجي امام الاهرامات، نعم. ازاي كمان هيمثل نقطه وتخطيط استراتيجي في منطقه هامه للسائحين؟ واحنا طبعا اي حد بيعدي من هذه المنطقه بيشوف حجم التطوير والتغيير اللي حصل فيها. صحيح، يعني حاجه بصراحه كلنا منتظرين الافتتاح باذن الله، لانه منطقه كلها اتغيرت، كلها يعني مترابطه مع بعض. ده حقيقي. شوفي حضرتك، هو اخر اجتماع عمله السيد الرئيس مع الوزراء والمختصين بالمتحف المصري والمحليات ومحافظ القاهره والجيزه، كان التوجيه ان هو يكون في تناغم ما بين المتحف المصري والمنطقه او البيئه الموجود فيها، وبالتالي فعلا تم اتخاذ عده اجراءات، منها يعني ربط المتحف بطرق الميسره زي الطريق الدائري للدخول والخروج، عمل بوابه جديده للدخول لمنطقه الاهرامات غير البوابه او المدخل القديم، كمان عمل محطه مترو دلوقتي جاري الانتهاء منها تقريبا امام المتحف المصري الكبير، ربط المتحف بمثلث السياحه في المنطقه دي بالتحديد، وهو هضبة الجيزة بما تضمه من آثار وأهرامات وتمثال أبو الهول الشهير ومقابر ملونة وغيرها، وكمان الرأس المثلث اللي هو هيكون المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بما يضمه من آثار لمختلف الحضارات اللي مرت على الأرض مصر. فهو فعلا موقعه استراتيجي، مساحته كمان يعني مساحة ضخمة جدا، 117 فدان، 500,000 متر مربع قاعات عرض متحفي، لأول مرة ما فيش متحف في العالم في هذا الحجم من قاعات العرض المتحفي. كمان المسلة المعلقة نقطة جذب رئيسية فيه، مراكب الملك خوفو، كمان الحدائق المتحفية حضرتك، وتم زراعة النباتات اللي هي كانت موجودة في مصر القديمة على سبيل المثال النخيل ونخيل الدوم وبعض الزهور واللوتس والبردي وبعض النباتات بزراعها مصر القديم، معدة كمان لاستقبال الزائرين، ودلوقتي يمكن في اللي هو افتتاح الخدمات للزياره. شفنا تقنيات تكنولوجيه حديثه وتقنيات في العرض الاستقبال العرض المتحفي كمان على احدث مستوى، وسائل تامين المتحف تفوق ما هو موجود في المتاحف العالميه ضد الحريق وضد السرقه وضد الانذار، يعني احنا بنحافظ على اثار بنقدمها بطريقه شيقه، عرض متحفي في نوع من الابتكار، مش بس مجرد يعني رص الاثار جنب بعضها، لا، لكن في سيناريو، في فكره بنقدمها، في معلومة بنقدمها من خلال كل خطوة داخل المتحف المصري، في خطين مسارين للزيارة، مسار مختصر ده بقى يعني للي ما عندوش وقت كتير ياخد معلومات رئيسية، في مسار مطول ياخد كل بقى مراحل الحضارة المصرية القديمة، وخاصة ان هو اكبر متحف في العالم
بني ليكون مقر لحضارة واحدة، الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل الأسرات حتى نهاية الحضارة المصرية. يعني متحف متفرد في كل الأمور، برضو هو متحف بيعمل طبقا للمعايير الدولية، كمان حصوله على الشهادة الخضراء باعتباره متحف بيستعمل الطاقة البيضاء، حتى في عملية ري الحدائق ان هو عمل خزانات لاستقبال مياه الأمطار ثم استخدامها بعد كده. متحف بيتم الترشيد فيه في كل حاجة، في الطاقة، في المياه، في كل الأمور الخاصة به، فهو على كل المعايير وعلى كل المستويات هيكون نقطة جذب رئيسية في المنطقة دي، وهو كمان فعلا يعني سبب تغيير رئيسي في المنطقة بتاعت ميدان الرماية وكل ما يحيط بيها من مباني ومن محاور ومن شوارع رئيسية. المزمع كمان بعد كده ان هو يتم عمل ممشى سياحي يربط ما بين المتحف المصري الكبير ومنطقه الاهرامات، ده يعني هيكون يعني ممشى حوالي 2 كيلومتر للراغبين من الزائرين والاجانب او المصريين اللي عاوز يمشي على رجليه من المتحف للاهرامات، او ان هو يستخدم عربات كهربائيه. والخطوه القادمه يعني في التخطيط بتاع المتحف ان هو يكون فيه تلفريك في المكان دوت، وده هيكون ما يعني إضافة رائعة جدا. المتحف فعلا يستحق يعني الاهتمام، معلومات رائعة واللي بيحصل في المتاحف المصرية بشكل عام التطوير شيء طفرة، يعني شيء مذهل. ولكن بقى النقطة الأخيرة أنا عايزة أتكلم فيها مع حضرتك، العنصر البشري، العمالة اللي شغالة في قطاع السياحة، نعم، يعني التدريب وإنه إزاي يتعاملوا مع السائح، ازاي يكونوا اداه لجذبهم مش لنفورهم. احنا بنشوف على السوشيال ميديا حاجات مش لذيذه خالص ومش لطيفه، فمش كله الصراحه، لا في ناس بصراحه بتتعامل بشكل مهني جدا مع السائحين، ولكن انا بتكلم عن البعض بالذات منطقه الاهرامات. يعني ايه اللي احنا محتاجينه في هذا الاطار؟ نعم، شوفي، هو المتحف المصري الكبير هو انا في وجهه نظري هو هرم رابع بناه المصريين. يعني عندنا هرمات الثلاثه، خوفو وخفرع ومنكا ورع، ده كمان الهرم الرابع اللي انجزه مصر القديم. هنا بقى ده جميل جدا. اسمه ايه؟ مش احنا بنقول منكرع ساعات؟ لا، هو ده اللي سائد في الكتب القديمه، يعني منكرع هو منكا ورع، لان الاسم ليه معنى. منكا ورع يعني خالده هي ارواح المعبود رع. وخوفو نفسه معناه الاله خنوم بيحميني، خو دوت فعل باللغه المصريه القديمه الهيروغليفيه معناه بروتكت، يحمي يعني. فبالنسبه كمان العاملين، اول حاجه انا هتكلم بالنسبه للعاملين في الاثار او اللي بيشتغلوا جوه المتحف، يعني بيخضعوا لدورات تدريبيه ورش عمل وتبادل خبرات مع الجانب الياباني من خلال مؤسسه الجايكا اليابانيه على اعلى مستوى. المتحف المصري يا استاذه خلود بيضم اقوى معامل ترميم لكل انواع الاثار، حجريه، لوحات ذاتيه، اثار معدنيه، اثار زجاجيه، اثار عضويه وغير عضويه، ومومياوات، كل دوت معامل على احدث مستوى واحدث اجهزه بيتم تدريب المرممين والاثريين عليها لاستخدامها. بالنسبه بقى للعاملين او المرتبطين بالمكان والعاملين في السياحه، اعتقد دلوقتي بيتم يعني عمل رولز، قواعد لضبط كل عمل بيتم سواء منطقه هضبة الاهرامات او منطقه متحف مصر الكبير. واحنا مش قادر نعزل الناس عن الاثار او عن المنطقه المحيطه بيه، لكن بنقدر ننظم ونعمل نوع من الوعي الاثري، وازاي يتعامل مع الاجنبي، وازاي يكون عنده سلوك سياحي يناسب قيمه الاثر اللي هو الموجوده واللي بيتردد عليها السياح او الاجانب بصفه عامه. فاذا هو على المحورين الدوله شغاله، مباني وتجهيز واعداد وقرب افتتاح، وافتتاح المتحف المصري الكبير كمان هيكون يعني حدث استثنائي، لان هو مش هيكون يوم واحد بس، لكن يعني حوالي 10 ايام. شركه متخصصه جدا في الافتتاحات الثقافيه هي الموكل اليها عمل هذا الافتتاح. وتم تحديد ميعاد محدد من اجل الافتتاح، مطلع العام 23، عشان كده مجله ناشونال جرافيك اختارته هو كمان يعني من اهم المقاصد السياحيه في مطلع العام الجديد اللي هو 23. يعني خلاص قريبا باذن ان شاء الله العمل على قدم وساق. تقريبا يعني عايز اقول ان اثار عن هون كلها 99% انتهت، والمباني كلها تكاد تكون 100% انتهت، اللمسات الاخيره هي المتبقيه بالنسبه للمتحف المصري. وكمان يعني مزمع عمل اوبرا لتوت عنخ امون باعتباره هو البطل في المتحف المصري الكبير، تعزف في دار الاوبرا المصريه ثم تعزف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وكنوز الفرعون الذهبي توت عنخ امون. طبعا دي بتبقى دعايه كبيره جدا لمصر. احنا شفنا طبعا الموكب
المومياي وشفنا طبعا كمان في الأقصر طريق الكباش, طريق الكباش. شفنا نعم. الحاجات دي كانت دعاية رائعة لمصر وقد ايه جذبت سياحة, وشفنا كمان الفترة الأخيرة شخصيات عالمية وشخصيات شهيرة جت وزارة مصر وزارة الأهرامات وفي مؤتمر طبعا المناخ. فالسياحة عندنا دي شيء مهم جدا, وفي الحقيقة سعداء انه في اهتمام من القيادة السياسية جدا بهذا الملف, لانه فتح بيوت ناس كتيرة جدا, مصدر دخل مهم جدا لبلدنا ولاقتصاد بلدنا صحيح. ولعدد كبير جدا من الأسر. المتاحف بشكل عام في مصر اتطورت, فيها ترميم وتطوير وفيها طفرة حصل صحيح. يعني احنا استغلينا حتى فترة كورونا علشان نقدر ان احنا صحيح. نطور ونبني كمان وننشئ متاحف, وأدخلنا متاحف جديدة صحيح. وقريبا متحف العواصم في العاصمة الإدارية الجديدة هيكون منارة جديدة صحيح. وفكرة وفي المطار متحف المطار متحف الغردقة متحف شرم الشيخ متحف الأتوني هيكون في المنيا, يعني متحف سوهاج اللي افتتحه السيد الرئيس اصبح مناره في سوهاج. فدخل في قطاع المتاحف مجموعه من المتاحف مؤثره جدا بين العالم, برضو اهتمام الحكومه المصريه والمصريين باثارهم وتقديمها للعالم في ابهى صوره واحسن صوره, لان الاثار دي بتلقى قبول عند العالم كله. العالم كله عنده شغف تاريخنا وحضارتنا بحب الحضاره المصريه بالتحديد, لان هي حضاره كانت منصبه على حياه الانسان. عشان كده ما فيش جامعه في اوروبا اللي فيها قسم دراسه علم الاجتماعي لعلم المصريات. الحضاره المصريه اهتمت بالطب والصيدله والفلك والبناء والعماره والتشييد والاداب والتقويم, قدمناه للعالم طلع من مصر القديمه. اللغه احنا اللي قدمناها للعالم كله, كل اللغات طلعت من اللغه المصريه القديمه. اذا مصر ليها فضل كبير جدا على العالم. حتى دلوقتي في يعني اكبر الجامعات في العالم بيتم عمل بعض الابحاث واخد بعض العينات من بعض السلالات. يقول لك دلوقتي وجدنا الجينات المصريه موجوده في السلالات دي, لان مصر كانت المعبر اللي عدى عليها الانسان الاول عن طريق سيناء ثم الى اوروبا وغيرها من القارات. مستمتعه جدا بقصص حضرتك, ومستمتعه جدا كمان بالتاريخ اللي بتسرده لينا بكل سلاسه وبكل طلاقه. بنستمتع جدا احنا في الحقيقه لما نسمع عظمه تاريخنا و عظمة القدماء المصريين, ونشوف كمان انه قد ايه في اهتمام بهذه الحضارة ومتاحفنا المصرية. انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا, ونحن في انتظار فارغ الصبر باذن الله افتتاح المتحف المصري الكبير اللي اختارته الناشونال جيوغرافيك كاول جهة سياحية على مستوى العالم, وده حاجة مهمة جدا وليه يعني دلالات عديدة, وهنشوف طبعا نتائجها باذن الله في المستقبل. دكتور احمد بدران استاذ الاثار جامعه القاهره, بشكرك على وجودك معنا, مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. نظمت مؤسسه راعي مصر للتنميه وهي احد الاعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي احتفالها السنوي, وذلك بحضور كل الكيانات المؤسسة للتحالف الوطني ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة والكيانات الداعمة. وقد تم الإعلان خلال الاحتفالية عن العديد من المبادرات المشتركة مع مؤسسات التحالف الوطني والمنتظر تنفيذها في 2023, والتي تستهدف بالأساس إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من الأسر المصرية والتوسع في إجراء القوافل الطبية والاهتمام بصحة الأطفال. كان لازم من إنشاء كيان هو كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا مؤسسات كتير جدا في الدولة موجودة وكلها بتعمل في العمل الخيري وخدمة الأسر الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات اللازمة لهم. احنا سعدنا جدا بالتكامل بيننا وبين بعض في دائرة التحالف الوطني, وهذا التعاون أثمر عن قوافل جابت جميع محافظات مصر في مختلف التخصصات. كل مؤسسة استخدمت أقوى ما لديها فيها من قوافل طبية ومن دعم اقتصادي ومن مساعدات مادية وعينية. القوافل دي بتتحرك من أسوان وحتى اسكندرية, من شرق مصر وحتى غربها. إن شاء الله عاملين خطط ل 2023
حاليا شغالين فيها بحيث ان احنا نبدا فيها من اول السنه. طبعا الجميل في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي واللي انا دايما بقوله ان احنا مش بس ملتفين عشان قضيه واول ما تخلص هيتفك هذا التحالف، احنا الحمد لله ملتزمين ان احنا نفضل واحده واحده على طول. استهدفنا يمكن اكتر من 8 مليون اسره بتدخلات مختلفه سواء شهريه منتظمه او موسميه، وان شاء الله بسبب يعني خطه اقوى في 2023، وبيكون النهارده الاحتفال في راعي مصر هو يعني خير ختام بوجود كل المؤسسات المشاركه في التحالف. كنا سعداء جدا بمشاركتنا النهارده. التحالف الوطني ده كان فرصه عظيمه ان كل الجمعيات الاهليه توحد جهودها بحيث ان احنا ما يكونش في اي تضارب على الارض. احنا مش بننسق مع بعض بس في تنظيم العمل الاهلي والخيري، احنا فعليا بنتشارك مع بعض في كل ما يخص اي نشاط من اي الجمعيات او المؤسسات اللي ضمن التحالف. الحقيقه التحالف الوطني تحالف قام في مارس 22 من اجل ضم الجهود كل الجمعيات كل في تخصصه. الحقيقه كل الجمعيات تحت مظله التحالف الوطني مهتمه بانها توصل الخير لكل مناطق مصر ان شاء الله. احنا في ازمه طاحنه بتمر على العالم كله، مصر جزء منها. الازمه ديت عايزه احنا لازم نكون جزء من حلها، جزء من مشاركه تفاعليه حقيقيه على الارض بالتحالف الوطني وبالمجموعه كلها. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل تغيير حقيقي يلمسه المواطن المصري على قد ما نقدر على قد الامكانيات. كل ما هو المجتمعات بتبقى محتاجاه من خلال القوافل اللي بتنظمها التحالف الوطني واللي اطلقوها باسم مبادره ستر وعافيه، احنا شركاء معهم في كل القوافل اللي تمت خلال كل المحافظات. يعني راعي مصر شريك اساسي مع التحالف الوطني في كل القوافل بتاعه ستر وعافيه اللي جابت محافظات مصر في الفتره اللي فاتت، وكمان احنا مكملين. الواحد فخور باللي بيحصل ده، وفخورين بان احنا عارفين كويس قوي قد ايه الدوله لها قلب، وقلب بيتاثر سريعا بكل حد محتاج وكل شكوى بتحصل، والتعاون اللي بيحصل ده بيغير كتير جدا، كلنا سعداء بيه جدا. سعيد جدا بان التحالف الوطني مع تحيا مصر مع مؤسسة حياة كريمة والمبادرة العظيمة اللي الكل الحقيقة بيشهد ليها، وأنا شخصيا لمست ده في أكثر من إيفنت وأكثر من رحلة قمت بيها مع تحيا مصر ومع حياة كريمة ومع التحالف الوطني أيضا النهاردة ومع كل المؤسسات الخيرية. كلنا لازم نجتمع، كله بيسعى علشان خاطر المواطن في النهاية يعيش حياة كريمة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية. عايز أقول إن فعلاً أصبح النهاردة المصريين في داخل مصر وخارج مصر كله بيساعد وكله قادر فعلاً لو تكاتفنا مع بعض نغير الصورة اللي موجودة ونطلع من أزمتنا على خير. كل لازم يتكاتف، وسعيد بالحدث العظيم ده وسعيد بمؤسسات الدولة بالكامل، وربنا يقدرنا يا رب نعدي هذه الأزمة على خير إن شاء الله. في هذا الإطار وفي إطار طبعا التقرير اللي احنا كنا بنتابعه مع حضراتكم، عندنا الدولة أطلقت حوالي 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بدءا من يوم 20 ديسمبر وبتستمر حتى نهاية الشهر الجاري. ده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. القوافل بتضم كافة التخصصات الطبية من البطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، النساء، الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة. طبعا ده بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية بتتوفر فيها كافة الأدوية. بيتم تحويل الحالات اللي بتحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات. على العموم احنا عندنا تفاصيل كثيرة جدا، وللحديث عن هذه المبادرة التي أصبحت مشروع قومي طبعا حياة كريمة ودورها في تقديم كافة الخدمات الطبية لأهلينا بمختلف القرى والمراكز والمحافظات، معنا في الاستوديو دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد. مرحبا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. اولا ازاي نجحت هذه المبادره حياه كريمه بان هي طبعا يعني تحط حد للمشاكل المزمنه اللي كانت اهالينا بيعانوا منها في هذه المناطق؟ بعتذر على صوتي تاني.
في القرى وفي الريف وفي المناطق النائية البعيدة؟ أول حاجة ألف سلام على حضرتك. هو الحقيقة كان دايما مشكلة المدن اللي هي البعيدة عن المدن المركزية اللي هي بيسموها الريموت أريز أو اللي هما متطرفين شوية، إن كان علشان يوصلوا للخدمات الطبية كانوا بيضطروا إن هما يقطعوا مشوار طويل لحد المدن المركزية عشان خاطر يكشفوا، عشان خاطر ياخدوا الرعاية الصحية المطلوبة وإلى ذلك. الحقيقة حياة كريمة قدرت إن هي ترجع القرى دي على الخريطة تاني. ازاي؟ اول حاجه انها بدات ان هي تحسن البنيه التحتيه للقرى دي. احنا دايما انتشار الامراض وانتشار المشاكل عامه بتيجي لما بتكون البيئه او الحياه عامه مش مظبوطه، المياه مش نظيفه، البيوت مش بتدفيهم كويس، مش مقفوله كويس، الكلام ده كله. فكان تطوير البنيه التحتيه ومن ثم تطوير الوحدات الطبيه اللي موجوده هناك، و كمان القوافل الطبية، دعم القوافل الطبية اللي بتروح إلى المدن البعيدة دي وتوفر لهم الخدمة الطبية المطلوبة. وزي ما قلنا هنا زي ما حضرتك قلتي في التقرير، اللي بيبقى محتاج للأخصائي أو محتاج الاستشاري أو محتاج يعمل عملية أو إجراء صعب شوية يتبعت على المستشفى المركزي أو المستشفى الجامعي، طبعا على حسب هو محتاج خدمة طبية عاملة إزاي ويقدر ياخد الخدمة بتاعته المطلوبة. طيب ايه الامراض يا دكتور اللي كانت منتشره بشكل كبير جدا في الريف و مش هنقول قدرنا ان احنا نقضي عليها، ولكن قدرنا ان احنا نحل يعني او قدرنا ان احنا نقلل من هذه الامراض؟ والله احنا اول ما بنقول مرض وقدرنا نقلله طبعا بنتكلم على فيروس سي. يعني فيروس سي احنا عملنا معجزه فيه الحمد لله. الحمد لله. ده كان المرض رقم واحد في مصر، وده كان احنا يمكن كنا اكتر دوله على مستوى العالم عندنا فيروس سي وعندنا تليف كبدي وعندنا المشاكل بتاعته دي كلها. دي كانت منتشره اكثر الامراض يعني انتشارا في الريف. جدا جدا وفي الريف بالذات، لان هي اول سبب لانتشار فيروس سي كان حقن البلهارسيا، فهي طبعا في الريف كانت اكتر مكان كان المواطنين متعرضين للبلهارسيا وكده، وطبعا الانتشار هناك كان رهيب جدا. ومجرد ما بدا فيروس سي يعني يتسيطر عليه وبدا دلوقتي لحد ما بقيناش نشوف حالات خلاص، فبدات الشكوى طبعا تحس ان احنا فعلا في حاجه اختلفت وفي فعلا الصحه عامه انها اتحسنت. ده طبعا بالنسبه لفيروس سي. لو جينا نبص كمان على الامراض المزمنه، الامراض الشائعه عندنا هنا في مصر زي مرض السكر، زي ارتفاع ضغط الدم، زي امراض القلب عامه، الحاجات دي برضو بقت يعني التشخيص المبكر ليها وان المريض يبقى على جدول متابعه ويبقى ياخد الادويه الدوريه بتاعته المزمنه بتاعته، دي طبعا بتحافظ على صحه المواطنين هناك. صحيح. يعني احنا بقى نتكلم عن المبادره المهمه قوي اللي هي بنتكلم عن حوالي اطلاق 54 قوافل طبيه تشمل كل التخصصات في مختلف المحافظات، ده اهميته ايه؟ أهميته طبعا إن المواطن يبقى قادر فعلا هو اللي بيدخل. بقى حضرتك احنا بنتكلم على قرى ريفية، احنا عندنا في الطب دايما نقول ايه، انا المريض لما بيجي لي في بداية المرض انا بعرف اتعامل معاه كويس، لما الدنيا بتتطور شوية بيبقى التعامل معاه اصعب، الاجراءات اللي بتتم اعلى. ان انا اقدر اروح بناس متخصصين مش مجرد ان هو طبيب عام موجود او طبيب باطني بيتابع الحياة كلها، لا طبعا اللي هيحتاج جراحة، اللي هيحتاج أدوية متخصصة، تشخيص الأمراض اللي هي ممكن يبقى فيها مشاكل بعد كده هيتم بدري، فدي طبعا هتبقى أحسن للمرضى اللي هناك كلهم. الخدمة بقى الصحية المقدمة في الوقت الحالي من خلال طبعا حياة كريمة، يعني إيه وصفك ليها في الوقت الحالي؟ بصي يا فندم، إحنا لما بنيجي نتكلم عن خدمة طبية إحنا بنتكلم عن المجموعة والمنظومة كلها. احنا بنتكلم على اطلاق عده مبادرات من ضمنها حياه كريمه، بنتكلم على تامين صحي، بنتكلم على مبادرات اخرى، كل ده بيتعاون مع بعض كويس. يعني انا النهارده لما باجي اقول ان انا عايز اقدم خدمه صحيه لمنطقه معينه، انا بتكلم في الاول على مستوى الوحدات الصحيه، بتكلم على مستوى ان انا دلوقتي بقدر ابقى قريب من العيان، اقدر اقدم الخدمه الطبيه بسرعه قبل ما يتاخر المرض بتاع العيان. طيب انا دلوقتي جيت
بالمتخصصين عندي، الطبيب اللي هي الموجود هناك في الوحده الصحيه اللي هناك، هو عارف المرضى اللي عنده، عنده حد عنده مشكله في العين، بدل ما هبعته على المستشفى المركزي اللي قد تكون بعيده جدا عن القريه دي على فكره، يقدر على طول المتخصص او الاستشاري الرمد يبص عليه في ساعتها، لو حد فيه كسور او فيه مشاكل في العظم يقدر الدكتور العظم يشوف يجهزه على طول، بحيث ان هو يروح على المستشفى المركزي يعمل عمليه ما يتاخرش هناك او يضطر يعملوا له فحوصات من اول جديد والكلام ده كله. طب حضرتك قلت لي انه الريف المصري كان به يعني عدد كبير جدا من المصابين بالفيروسات الكبديه ومنها فيروس سي، وبفضل طبعا حياه كريمه و100 مليون صحه قدرنا ان احنا نقضي على عدد كبير جدا من هذه الحالات المصابة بفيروس سي. شايف مستقبل الأجيال الجديدة مع هذا المشروع إزاي؟ أول حاجة إحنا لما نيجي نتكلم عن الفيروس سي وعن 100 مليون صحة، إحنا بنتكلم عن نموذج رائع زي ما يقولوا التحالف كل الهيئات وكل المؤسسات، إن إحنا نعمل لونج تيرم ريليشن شيب. يعني 100 مليون صحة ما خلصتش، 100 مليون صحه ده يعني طويله المدى. في الاول بدات بالكشف عن الفيروس سي وعلاج فيروس سي، وبعد كده لسه مكمله الناس اللي كانوا ممكن يجي لهم اورام كبديه بداوا يخشوا، بداوا لسه على قوائم بتاعه الحمله بحيث انه يقدروا يتابعوا معاهم يشوفوا نتيجه الادويه اللي حصلت دي ايه دلوقتي. احنا النهارده في الوقت الحالي احنا تقريبا ما نشوفش حد عنده فيروس سي، تقريبا ما نشوفش برضه تليف كبدي، يمكن بدانا نفكر في حاجات اخرى زي تدهون الكبد، دهون الكبد، الكلام ده كله. ده بالنسبه للكافد بصفه عامه يعني، وده 100 مليون صحه لعبته، كان 100 مليون صحه قدرت انها تكشف عن امراض اخرى زي ما قلنا السكر، زي ضغط الدم، زي امراض اخرى كمان، الحاجات اللي ليها علاقه بالاطفال. واكتشفنا كمان الكبد الدهني بالظبط، دي من الحاجات اللي احنا اكتشفناها مع 100 مليون صحه بالظبط. ودي احنا منتشر عندنا طبعا السمنه، فكان تاثير طبعا الكبد الدهني موجود. يعني حتى احنا كان دايما المريض بتاعنا يقول ايه، نيجي نعمل له سيناريو يقول هتلاقي دهون على الكبد، احنا متعودين على حكايه دهون الكبد. لكن دي اثرها ايه او دي اعراضها ايه بالظبط؟ احنا اكتشفنا دلوقتي ان هي دهون الكبد في الاول ممكن يدوب انها تعمل خمول، الواحد يحس ان هو نشاطه مش اللي هو الصحه العامه بتاعته مش كويس، انما اكتشفنا دلوقتي انها ممكن تؤدي الى تليف كبدي، اكتشفنا ان ممكن التليف في الكبد بتاعها يؤدي الى اورام في الكبد فيما بعد. فطبعا التعامل معاها بصوره مظبوطه من الاول مهم جدا عشان نتلاشى المشاكل اللي قد تنتج عنها. طيب بشكل عام بقى يا دكتور كده واحنا بنختم مع حضرتك، لو تكلمنا عن المنظومه الصحيه في مصر، شايف التطور ازاي اللي حصل حتى الان؟ والله التطور يعني فخامه الرئيس احنا واخدين بالنا هو مدي ملف الصحه اهتمام كبير جدا. يعني احنا في السنين اللي فاتت شفنا كميه المبادرات، احنا اتكلمنا على 100 مليون صحه، اتكلمنا على حياه كريمه، نتكلم برضو عن قوائم الانتظار، وان المرضى دلوقتي مش محتاجين يستنوا مده طويله عشان خاطر يعمل اجراء جراحي، في خلال اسبوعين ثلاثه يقدر يعمل الاجراء المطلوب منه. بنتكلم على اجراءات كبيره زي زراعه الكبد، زي القساطر القلبيه، زي استئصال الاورام وما الى ذلك. نتكلم عن مشروع التامين الصحي الشامل اللي هو برضو من الحاجات الرهيبه جدا، ان نقدر نامن على 120 مليون نسمه ويقدر يروح الى مستشفيات، المستشفيات دي كلها ماشيه بنظام جوده، ماشيه بمعايير دوليه، وياخد احسن خدمه طبيه مقدمه باشتراك تقريبا بسيط جدا او اشتراك هايف جدا يعني. واغلبيه الناس كمان اتحطوا تحت قائمه المحدود الدخل اللي هو هيخش في المشروع من غير حتى ما يتكلفوا اي فلوس او اي اشتراك. اتكلمنا على مجموعه مبادرات كبيره جدا، كمان شفنا تطوير في المنظومة الصحية عامة من ناحية تطوير الشكل الإداري، بقى في نظام إداري زيه زي أكبر دول العالم صحيح. احنا ماشيين فيه دلوقتي تدريب الأطباء والأطقم الطبية ما بين تمريض وفنيين وما إلى ذلك، انهم دايما يبقوا أوار بالجديد وعارفين الدنيا ماشية إزاي ومهاراتهم كويسة. نتكلم على الأجهزة، دلوقتي بقى عندنا في كل المستشفيات ما فيش جهاز موجود في العالم مش موجود عندنا في مصر دلوقتي، وطبعا من الحاجات الرائعة. ففي طبعا اختلاف كبير في منظومة الصحة في الفترة دي. أنا بشكرك على وجودك معنا دكتور محمد عاصم خرشد، شكرا جزيلا طبعا على هذا الحوار، وفي معلومات كتيرة جدا يعني بالذات فيما يتعلق طبعا بحياة كريمة عرفناها من حضرتك، وما يتعلق طبعا بهذه القوافل الأطبية. دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد،
شكرا لحضرتك وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، والشكر دائما موصول لفريق العمل. إلى اللقاء.